10 دول عربية يتعهدون بمكافحة الإرهاب ورئيس الفرنسي في بغداد لتأكيد دعم الحكومة العراقية ضد تنظيم داعش. سوريا تقول إن أي عمل عسكري دون موافقة دمشق هو اعتداء عليها، وأستراليا ترفع مستوى التحذير من تهديدات إرهابية. مصر تؤكد تحقيق نجاحات متواصلة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وتحذر من امتداد أثرها إقليميا ودوليا. العاشرة صباحا في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل الأخبار. مرحبا بكم، والبداية مع زميلتي أمل نعمان. أشكرك خالد، أهلا بكم، وهذه هي تفاصيل الأنباء. اتفقت 10 دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة على التصدي لتنظيم داعش في العراق وسوريا، في حين لم توقع تركيا على البيان الختامي للاجتماع. وأعلن وزراء الخارجية التزامهم المشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكافة أشكاله للمنطقة وللعالم. متحدون ضد خطر داعش، هكذا نجحت الولايات المتحدة ومعها 10 دول في بناء تحالف عربي إقليمي لمواجهة الإرهاب، وذلك في ختام مؤتمر جدة الذي استضافته المملكة العربية السعودية. واشنطن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن وافقوا على القيام بدورهم فيما وصفوه بالحرب الشاملة ضد داعش، بينما امتنعت تركيا عن المشاركة في صياغة البيان الختامي. الأمة العربية تلعب دورا حيويا في هذا الائتلاف بين دعم عسكري ومساعدات إنسانية. هدفنا وقف وصول الدعم غير الشرعي والمقاتلين الأجانب الذين تستغلهم داعش. أما على صعيد العمل العسكري فلم تبدي الدول المشاركة في مؤتمر جدة رفضا له ما دام كان ذلك مناسبا أو ضروريا. أما تركيا فقد تمسكت بموقفها الذي يتوافق مع تصريحات حكومية سابقة برفض القيام بأي عمل عسكري ضد داعش والاكتفاء بتقديم تسهيلات لوجستية. وفيما يؤشر على مدى قلق المملكة العربية السعودية، ذكر مسؤولون أمريكيون أن الرياض وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلين. إن هذا الخطر الذي بدأ ينتشر في المنطقة بكل شراسة، طالما حذر منه خادم الحرمين الشريفين منذ أمد طويل. وفي البيان الختامي للمؤتمر عبر المشاركون عن ترحيبهم بتشكيل حكومة عراقية ائتلافية وبالخطوات الفورية التي تعهدت باتخاذها لخدمة مصالح الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العرق. وتتحفز المنطقة بالكامل منذ يونيو الماضي حين بدأ تنظيم داعش الذي كان يسيطر بالفعل على أجزاء كبيرة من سوريا في اجتياح شمال العراق والاستيلاء على مدن وذبح محتجزين وإعلان خلافة إسلامية عبر الحدود. وصل اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ووزير خارجية لوران فابيوس إلى العراق، حيث يعتزم تأكيد دعم فرنسا للحكومة العراقية الجديدة وتوضيح استراتيجيته حيال تنظيم الدولة الإسلامية. وتحمل طائرة أولاند 15 طنا من المساعدات الإنسانية التي ستسلم إلى أربيل شمال العراق، إلى حيث سيتوجه لاحقا بعد لقاء نظيره العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي. ومن المقرر أن تستضيف باريس مؤتمرا للقوى الإقليمية والدولية يوم الاثنين المقبل لتنسيق جهود التغلب على تنظيم داعش. من جهته أعلن فابيوس أن فرنسا ستشارك إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك في عمل عسكري جوي في العراق. وطلب فابيوس بتعبئة دولية للرد على هذا الخطر الذي يمكن أن يطال الغرب، مشيرا إلى أن فرنسا سبق أن أبدت استعدادها للمشاركة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة. تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير فرنسي عن ضربات جوية تشارك فيها بلاده في العراق.
على الجانب الآخر، رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي تتبنى مساندة بلاده في حربها ضد تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن العراق رحبت أيضا بالخطوات المتخذة لحشد تحالف دولي ضد التنظيم لإنهاء وجوده في المنطقة، كما رحب بأي تعاون إقليمي فاعل وإيجابي لمحاربة هذه العصابات الإجرامية بما يضع مصالح الشعوب فوق المصالح الطائفية وغيرها. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأمس أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يتراوح ما بين 20,000 إلى 31,000 مقاتل، وذلك في تقديرات جديدة تزيد بإضعاف عن تقديراتها السابقة والبلغ 10,000 مقاتل. في غضون ذلك، أفاد مسؤولون في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ بنشر قسم من طائراتها العسكرية في أربيل في كردستان العراق تمهيدا لشن ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميرال جون كيربي إن البنتاغون يسعى إلى تقديم دعم جوي أكثر هجومية إلى قوات الأمن العراقية. في المقابل، حذر وزير المصالحة بالحكومة السورية أن أي تدخل أجنبي في بلاده سيكون اعتداء على سوريا ما لم توافق عليه دمشق. وقال الوزير السوري عقب لقائه مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إنه لابد من التعاون مع سوريا ولابد من موافقة سوريا على أي عمل عسكري ضدها، وأوضح أنه ليس هناك إمكانية للحديث عن الرد السوري على أي اعتداء على سوريا إلا في حينه بحسب نوع الاعتداء حسب قوله. ومن جانبه، شدد الموفد الدولي على ضرورة مواجهة المجموعات الإرهابية على أن يرافق ذلك حلول سياسية جامعة. بدورها، قالت الخارجية الروسية إن توجيه ضربات جوية على متشددين في سوريا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيكون عملا عدوانيا. وقالت الخارجية الروسية إنه من الضروري محاربة هذا الشر مع الالتزام الشديد بممارسات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشكل عام ومع الاحترام الشديد لسلامة أراضي سوريا والعراق. رفعت استراليا اليوم مستوى التحذير من التهديدات الإرهابية المحتملة إلى الدرجة القصوى وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وأبدى رئيس الوزراء توني أبت خلال مؤتمر صحفي قلقه حيال عودة الأستراليين الذين يعملون مع مجموعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والقاعدة في العراق وسوريا والذي يقدر عددهم ب60 شخصا فيما ينشط 100 آخرون من استراليا دعما للتنظيم. يأتي قرار رفع مستوى التحذير بعد يومين من مداهمة الشرطة الأسترالية لمركز إسلامي يشتبه في قيامه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية سامح شكري إنه من غير المعقول أن تحشد مصر مواردها لقتال تنظيم داعش بينما تحجب حلفاء القاهرة هذه الموارد عنها لمواجهة الجماعات الإرهابية في مصر. وفي كلمته أمام مؤتمر جدة بشأن داعش، شدد شكري على أن مصر خاضت حربا ضد الجماعات الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو نجحت خلالها في التصدي لهذه الظاهرة. أوضح وزير الخارجية أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية من ناحية والاستشعارها ضرورة تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر زحف وتنامي الإرهاب الدولي من ناحية أخرى. وفي القاهرة، طلب محللون عسكريون وسياسيون القوى الكبرى بالكف عن ازدواجية المعايير وإثبات مصداقيتها في مكافحة الإرهاب بكل صوره. وتعالت التحذيرات من تكرار مأساة الفوضى العارمة في العراق وسوريا في دول ومناطق أخرى جراء تدخل العسكري المتوقع بقيادة أمريكية خلال الفترة المقبلة. Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. بلا هوادة، اسم الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبناء تحالف دولي واسع لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها تنظيم داعش، لكن توقيت هذا التغير في الموقف الأمريكي من هذه التنظيمات أثار حفيظة الشعوب العربية التي اكتوت على مدى نحو 3 سنوات بنار جماعات استباحت الدماء وشرعت باسم الدين القتل بدم بارد لكل من يخالفها في الطائفة أو المذهب وسط صمت أمريكي مريب. احنا كان لنا تجربة سابقة سنة 2003 وهو التحالف اللي تم ضد العراق وما خلفه بعد ذلك من مشكلات أساسية في المنطقة بنعاني منها حتى الآن. أنا شايف أن أمريكا بتتحرك
بهدف ان هي تجمل صورتها في المنطقة، لكن هي كانت على علم بكل خطوات داعش، وهي انا شايف ان هي الممول الرئيسي من وراء الستار اللي بتلعب ورقة داعش في المنطقة لزعزعة استقرار المنطقة ولصالح اسرائيل في النهاية. امريكا بتنظم الارهاب وفي نفس الوقت هي الغطاء ليهم. لازم الموضوع يتحل، ان احنا نقول ان في دول بتدعم الجماعات الارهابيه، لازم الجماعه نقف اول مع ضد الدول دي، وبعد كده نبدا ننشف المصدر الفلوس والدعم اللي بيجي لهم وبعد كده نقضي عليهم. والهدف من تواجد داعش في هذه المنطقه هو خلق فوضى خلاقه، خلق زعزعه للامن والاستقرار العربي. ومع بعد اجتماع جدة الذي يضم وزراء خارجية الدول العربية إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا، دخلت قوى إقليمية ودولية على الخط لتعلن تحفظها على هذا التحرك الذي تقوده أمريكا. فروسيا رفضت أي عمل عسكري خارج مظلة مجلس الأمن، فيما اعتبرت سوريا أن استهداف هذه التنظيمات على أراضيها دون التنسيق مع دمشق اعتداء على سيادتها، في حين زعمت إيران أن بعض الدول المنخرطة بالتحالف الدولي متورطة في تقديم الدعم المالي والأمني للإرهابيين في سوريا والعراق. هناك عدة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع داعش، منها أن يعني تقود الولايات المتحدة الأمريكية تنظيما أو تحالفا دوليا لمواجهة هذا التنظيم، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو خارج المظلة. ولكن في جميع الأحوال سوف يعني يصدر مجلس الأمن قرارا يخول هذه القوات بالتدخل، وأعتقد أن السيناريو الأقرب للتحقيق هو تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بتعاون وثيق مع دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا. ويدعو بعض المحللين السياسيين والعسكريين واشنطن والقوى الكبرى إلى الكف عن الازدواجية وإثبات مصداقيتها في مكافحة الإرهاب والتطرف بشكل جماعي وشامل، وإلا سيكون التحالف الذي تقوده واشنطن مجرد إجراءات استعراضية لن تزيد إلا من حالة الفوضى وعدم الاستقرار بالشرق الأوسط. محمد أبو حمد، النيل. شدد في القاهرة، ننتقل إلى سوريا، حيث شدد الموفد الدولي إلى سوريا ستيفن دو ميزيتورا على ضرورة مواجهة المجموعات الإرهابية المختلفة على أن يرافق ذلك حلول سياسية جامعة. وأوضح دي ميزيتورا عقب لقائه بالرئيس بشار الأسد في دمشق إن المجتمع الدولي يقترب أكثر من التحرك في مجال مواجهة الإرهاب، مضيفا أنه يوجد تكامل في محاربة الإرهاب من خلال إجراءات أمنية وأيضا من خلال مسار سياسي متسارع وفعال يساهم في عزل الإرهابيين عن باقي الشعب. أعلنت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة أن عشرات المدنيين قتلوا وأصيبوا، وذلك جراء سلسلة غارات جوية على بلدة دوما في ريف دمشق. وأشارت مصادر بمجلس قيادة الثورة إلى أن غارات الجيش السوري استهدفت حي الشعار ومساكن في حلب وبلدة إنخل في درعة وبلدات في ريف دمشق، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 42 قتيلا. في هذه الأثناء ذكرت مصادر سورية معارضة أن تنظيم داعش يدفع عددا من مقاتليه للتوجه إلى محافظة دير الزور في مسعى منه لدعم مقاتليه الموجودين هناك بهدف السيطرة على المطار العسكري. أكدت منظمة الأمم المتحدة الإفراج عن 45 جنديا من فيجي كانت تحتجزهم جبهة النصرة في سوريا. وأطلقت جبهة النصرة سراح أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي كانت قد أسرتهم قبل أسبوعين في مرتفعة الجولان. ونشرت جبهة النصرة تسجيل مصورا للرهائن قبل الإفراج عنهم. كانت حكومة فيجي قد رجحت في وقت سابق الإفراج عن جميع الرهائن دون شروط مسبقة من جانب جبهة النصرة المولية لتنظيم القاعدة. اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظام رئيس السوري بشار الأسد بمسؤولية وقوع هجمات بغاز الكلور في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن الأسد هو الطرف الوحيد في الصراع الذي يمتلك طائرات هليكوبتر.
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رصدت أدلة تؤكد استخدام غاز الكلور بطريقة ممنهجة ومتكررة كسلاح في شمال سوريا، حيث تحدث شهود عن إسقاط براميل متفجرة سامة على قراهم. وإلى الشأن المحلي، حيث بلغت حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس بالأمس إلى 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي حصيلة الشهادات منذ طرحها يوم الخميس الماضي نصف مليار جنيه. وأعلن هشام رامز محافظ البنك المصري المركزي أنه بمجرد الوصول بحصيلة الشهادات إلى 60 مليار جنيه سيتم التوقف عن إصدارها. وأعرب رامز عن اعتقاده بأنه من الممكن الوصول إلى المستهدف الأسبوع المقبل، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا متوقعا من جانب المصريين في الخارج أيضا، والذين سمح لهم اعتبارا من الأمس بشراء الشهادات عن طريق مراسلي البنوك وفروع البنوك المصرية في الخارج. من جانبها، أعلنت الهيئة القومية للبريد اعتزامها طرح شهادات استثمار قناة السويس بجميع فئاتها إلى العملاء اعتبارا من يوم الأحد القادم. وذكرت الهيئة في بيان لها أن البيع سيتم عبر 1600 مكتب بريد في المراكز والمدن والقرى الرئيسية بمختلف المحافظات لصالح بنك القاهرة. وقال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بأن خدمة تلقي طلبات إصدار شهادات قناة السويس لعملاء الهيئة القومية للبريد ستتم من خلال بنك القاهرة باعتباره أحد البنوك الأربعة المصدرة للشهادات وفقا للبروتوكول الذي وقعته الهيئة مع بنك القاهرة والذي يسمح لها ببيع الشهادات لعملائها. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس أشار إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي كأول لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم عقدها مع رؤساء الجامعات حرصا على تحقيق التعاون بين الدولة والجامعات. واستمع السيسي خلال اللقاء إلى رؤى رؤساء الجامعات مؤكدا دعم الدولة للمنظومة الجامعية، كما وعد بدراسة الأفكار والمقترحات التي طرحها رؤساء الجامعات. أكد وزير الطيران أن الوزارة استفادت من خبرتها السابقة في نقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنه بفضل تلك الخبرات ستتجاوز الأخطاء التي وقعت منها في الماضي. من جانبه، قال وزير الأوقاف إن أي حاج سيرفع شعارا سياسيا في الحج سيتم ترحيله ومحاكمته عند العودة إلى مصر، مؤكدا أن مصر في خدمة الإسلام الوسطي الصحيح والمعتدل في مواجهة الغلو والتشدد. انطلاق أولى رحلات المصريين من حجاج القرعة والتضامن والسياحة من مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة وسط إجراءات أمنية وطبية مكثفة حرصا على تلافي مشكلات الحجاج في الأعوام السابقة. السنة دي للحجاج تيسيرات كتيرة جدا. احنا كان الحجاج بيعانوا في عرفات من الخيم انها مش مكيفة، الحمد لله السنة دي جبنا خيم مكيفة، وكان الباصات بتبقى في الموديل بتاعها موديل قديم، الباصات كلها السنة دي موديلات حديثة. حضر الاحتفال بالمرحلة الأولى وزيري الطيران والأوقاف، حيث أكد المسؤولون بالمطار على تكثيف الرحلات تباعا لنقل جميع الحجاج. لن نسمح بما كان يحدث في بعض السنوات الماضية من بعض مظاهر ربما أحيانا وإن كانت نماذج نادية كبعض المتسولين، هذا لن نسمح به، سنأخذ الأمور بكل حسم وبخاصة فيما يتصل باستخدام الموسم لأي شعارات سياسية، ونؤكد مرة أخرى أننا جميعا في خدمة الحجاج سواء في الجوانب التنظيمية التي تقوم بها بعثة وزارة الداخلية أم في الاستعدادات الطبية. أشاد الحجاج بجهود الدولة في توفير الرعاية الكاملة لهم في أعظم رحلة في حياتهم وهي زيارة بيت الله الحرام. سعيد جدا جدا جدا، والفرحة فعلا يعني الواحد حس أنه طاير في السماء حقيقي، يعني دي مشاعر فعلا الواحد يعني أول مرة يحسها في حياته. يعني في الحجة السنة إن شاء الله، ما شاء الله أجمل سنة، يعني البركة في رئيسنا. نشكر كل المسؤولين عن الحج، وزير الأوقاف وكل المسؤولين، والحمد لله رب، ورضا من ربنا وفرحة كبيرة طبعا، كلنا متشوقين لها الحمد لله يا رب. طبعا في منتهى السعادة، حد أحلى فريضة في الدنيا الواحد بيقضيها.
ربنا يكتبها لأمة محمد، يكتبها لأولادي كلهم يا رب، يتوعدوا باليوم ده. وهكذا بدأ الحجاج توافدهم على مطار القاهرة الدولي لبدء رحلتهم المقدسة لأداء فريضة الحج. استعدادات كاملة بمطار القاهرة الدولي لانطلاق رحلات الحجاج للأراضي المقدسة لينقل هذا العام أكثر من 60,000 حاج من المصريين، مع اتخاذ كافة التدابير الطبية عند السفر والعودة. من مطار القاهرة الدولي، أحمد أبو الحسن، النيل. أعلن عضو في فريق التفاوض الحكومي اليمني مع المتمردين الحوثيين أن الطرفين وقعا بالأمس على اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وكشف البصدر أن الاتفاق يتضمن خفضا في أسعار الوقود وتشكيل حكومة جديدة مقابل أن يرفع المحتجون الحوثيون خيام الاعتصام بعد تشكيل الحكومة الجديدة. في تطور إيجابي للأوضاع باليمن، أكد مصدر قريب من الرئاسة أنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين الرئيس عبد رب منصور هادي والشيعيين الحوثيين لإنهاء الأزمة الحالية. التسوية تشمل تسمية رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة وخفض إضافي لأسعار الوقود مقابل رفع الحوثيين مخيماتهم ومسلحيهم من صنعاء ومحيطها. هذا وكان تم التوصل إلى اتفاق التسوية في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس، ويتضمن خفض 500 ريال إضافي من أسعار الوقود ليصل إجمالي الخفض على سعر صفيحة الوقود 1000 ريال، أي أكثر من نصف الزيادة السعرية التي اعتمدتها الحكومة اعتبارا من نهاية يوليو الماضي. بدوره أعلن النائب العام اليمني فتح تحقيق في أعمال العنف التي وقعت بين رجال الأمن والمتظاهرين الحوثيين بالعاصمة، أوقعت 9 قتلى من مناصري عبد الملك الحوثي إضافة إلى مسعف، عندما حاول المحتجون اقتحام مقر مجلس الوزراء والاقتراب من وزارة الداخلية ومقر التلفزيون. المراقبون يأملوا في أن تسمح هذه التسوية بإبعاد اليمن عن حافة الحرب الأهلية، خاصة أنها تتزامن مع عودة مبعوث الأمم المتحدة باليمن جمال بن عمر إلى صنعاء. هذا وكان زعيم التمرد الشيعي عبد الملك الحوثي قد أطلق حركة احتجاجية تصاعدية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود، إضافة إلى تنفيذ مقررات الحوار الوطني، ما نتج عنها تواجد أعداد كبيرة من المحتجين الحوثيين وبينهم مسلحون بصنعاء وعند مداخلها لعدة أيام متتالية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء جمال الأشول، مراسل النيل إلى هناك. جمال، ما هي آخر تطورات الأوضاع لديك بعد توقيع الاتفاق بين الرئيس اليمني والحوثيين في محاولة ربما لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد؟ نعم، المفاوضات ما تزال جارية، ربما حتى هذه اللحظة ما تزال مستمرة، لم يتم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. رئيس عبد الرب منصور هادي اشترط أن يوقع على وثيقة الاتفاق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لذلك هناك وفد من الرئيس اليمني مكون من مستشاره السياسي عبد الكريم العرياني وأمين العاصمة عبد القادر الهلال، سيقومون ربما اليوم بالزيارة إلى صعدة والالتقاء بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي للتوقيع على الاتفاق النهائي، كما قلت بحسب اشتراط الرئيس رب منصور هادي أن يوقع عبد الملك الحوثي شخصيا على هذا الاتفاق، وبالتالي الاتفاق لم يصبح نهائيا حتى اللحظة ولم يتم التوقيع النهائي عليه. نعم جمال الأشول، مراسل النيل من العاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. وفي نهاية هذه النشرة إليكم تذكرة بأبرز عناوينها: 10 دول عربية يتعهدون بمكافحة الإرهاب، والرئيس الفرنسي في بغداد لتأكيد دعم الحكومة العراقية ضد تنظيم داعش. سوريا تقول إن أي عمل عسكري دون موافقة دمشق هو اعتداء عليها، وأستراليا ترفع مستوى التحذير من تهديدات إرهابية. مصر تؤكد تحقيق نجاحات متواصلة في حرب وتحذر من امتداد أثرها إقليميا ودوليا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.